الو الو ها ثير شلون؟ هلا حبيبي منو؟ بلال يا محمد شنو منو؟ منو؟ اثير لا تقول لي ما جاهز. منو انت منو؟ بلال بلال الامير انا. بلال الامير مطرب؟ اي مطرب يعني بلال الامير وين؟ زين تفضل حبيبي. احنا شنو اللقاء اليوم اوكي لو شنو؟ دا اسوق لك انا بالمناسبه. شو تسوي لباب؟ هاي اشياء راح اجيبها على مود الرحله اللي راح نقوم بها اليوم وترتيبات وامور. ليش دا احسك مضيف في الخطط الجويه؟ هسه شنو انت وين؟ بالبيت هسه قعدت من النوم هسه بدل بسرعه وجهي. لا ما اخذت من النوم اسف والله كان التصوير مره بالليل. اثير ترى يعني طريق وتعرف الوضعيه شنو؟ هسه تمشي عليك انت. يعني القاك جاهز؟ 10 دقائق ربع ساعه؟ لا ما ادري حسب الطريق. يلا يلا قول يا الله قول يا الله يا الله. هذا هو نقول يا الله. انا بالنسبه لي دايت اخذ لك اشياء. شنو تحب انت؟ انا مسوي دايت كل شيء ما احب اي شيء. كرزات هيك كرزات اي عصير قهوه بعد شنو تريد؟ معدل وسوبر ماركت هي. لا تأفور لا تأفور بلال ابدا مستحيل. ايش مالك لا تجيب هاي الفلوس اللي صرفتها حرامات طنيان ابدا هذا ولا متفقين. يلا جايك انا هسه مسافه الطريق. يلا جايك هذا هو. يلا حبيبي طبعا هسه يلا اقدر اقول لكم شلونكم واقدر اقول لكم راح تبلش الحلقه لانه مثل ما تعرفون الفنان لازم يعني نهيئه ونقعد الصبح يلا يكون جاهز خاصه البرامج اللي تكون من وقت صعب جدا تلقى الضيف انه جاهز بكل طاقته. فانا دا اسوق مثل ما تشوفون الكرم موجود ولازم نروح الرحله لازم تكون بها هوايه تفاصيل. هسه نروح انا وياكم نتحاسب وبس بقى عصير طبعا نروح نتحاسب حتى نروح الاثير. هاي شنو؟ واني وخابور. مع العلم اني ادري انت يعني كلش دب مي جبت لك مي؟ اي لان اهم شيء بالنسبه للكرزات والاشياء شفت اهم شيء المي اهم من كل هاي الاشياء. قصدك ابو الانتاج قال لك خمن خلي هاي الترجمه الحرفيه على شنو؟ شوف بلال ايه؟ هاي الاشاعات اللي يقول لك ازدحامات ايه؟ والطرق مسدده هذول كلهم عندهم هدف لتسقيط هذا البلد. اوكي يعني ماكو ازدحامات قصدك؟ لا هو انا من خابرتني قلت لك انا بالطريق انا فعلا بالطريق قاعد منتظرك صار لي ساعه ونص بالسياره وانت حضرت جنابك جوا بالاخير جبت لي بس مي. الحمد لله والشكر ربي. راح اعوضك كله يتعوض اثير. اول شيء اهلا وسهلا بك ببرنامجي. لا خلف الله عليك ببرنامجك زين. بلال الامير يا اخي والله اسمك مال مطرب. اي انت زين اسمك مال شنو؟ اني اي اثير كشكول يعني يرحم كل شيء. بعد ليش تصير مطرب؟
شنو هاي الأغنية؟ أغنية جننة كثير يعني، أغنية كلش حلوة هاي الأغنية. تعرف ايش بوقت أنا حسيت بيها يعني أنت صافن بيها هاي الفترة واشتغلت بيها بالحضر هيك شيء؟ لا، هاي الأغنية ب 2019 كتبتها. زين. اي هي الفكرة شلون اجتني؟ انه بحياتنا اليومية صارت السوشيال ميديا جزء مهم. زين. لكن سوء الاستخدام ادى الى كوارث. حلو. واحدة من هاي الكوارث هي القصة الحقيقية اللي صارت، انه اكو شخص الله يرحمه اسمه كرار نوشي، انا اعرفه شخصيا. فنان هو، ممثل. زين. شكله شعره اصفر وهذا ستايله يختلف. اي هو هم يعني صار اكو يعني موضوع لغط بوقتها على وفاته يعني. فواحد ناشر او صفحات نشرت يعني انه هذا ملك اناقة بغداد بالاستهزاء او الشقة. أي. فالموضوع تحول جد الى ان انقتل من تعليق الى قتل. لا، هي من عادة تعليقات السب والشتم اللي بدون ما يعرفون ويتحققون من الموضوع. اي انقتل راسا خلاص. صار رأي علي كلش قوي. فهنا انه جتنا عندنا هاي الافكار اطلع. زين. انه شلون نقدر نطرح وجهة نظرنا بموضوع الارهاب الفكري والتنمر الالكتروني اللي دا يصير. زين. فحلقة بنجام، حلقة شاي، تناولت هذا الموضوع بطريقة درامية. بس بنفس الوقت اللي كانت تنكتب بيه الحلقة انا كتبت بيه هذه الاغنية. حلو. هذه الأغنية كتبتها أنا بسليمانية طبعاً. هاي الأغنية بسليمانية. بدت الفكرة عندي. فرجعت من سليمانية. شنو بقى؟ ليش يعني بقى وين؟ شنو الموضوع؟ هاي البقى شنو؟ البقى يعني هي مدخل للأغنية، لكن بيها تعبير إنه هذا البعوض الإلكتروني، الذباب الإلكتروني اللي هو يفتر بحياتنا دائماً، اللي يعلق ويسب ويمص. إيه الحلو بقى. الحلو بالأغنية إنه أنت وصلت رسالة إنه أكو مثل يقول الحباية كباية. مو انت هيك اخذت هذه والقفله صارت هم هيك. اي كلش حلو اثير. اول شيء نريد نعرف الناس شايفتك بلقاءات. اي قليله، انت مو كلش هو عندك لقاءات. تريد تعرف اثير شنو حياته، شنو وضعه، شلون يخلص يومه، شلون يبدي يومه. اليوم احنا عندنا نجوم مو مثل يعني بالتسعينات وبالثمانينات النجوميه. أي. تختلف. زين، اريد اعرف حياتك شنو. انت هم ما تنشر بالسناب والانستغرام حياتك يومياتك. انا اقعد من النوم الصبح. الصبح اتريق الصبح، انام بالليل قبلها اتعشى. هذا طبعا ما حد مسويها يعني، هاي حصريا للبرنامج يعني. روح اي بالمناسبه انت يعني تعطش اشرب مي. لا انت من تقول انا اقعد الصبح يعني هذا شيء كلش غريب. هسه بالضبط طلع هاي الموضوع النوم اللي انقلبت. اي يعني هاي الفترة يعني من تقول اقعد الصبح معناها انت مسوي انجاز كلش. ومرات تعرف شو يصير؟ مرات شغلك يحتم عليك انه انت تسهر يعني تصويرك بالليل، فيجر مو يوم واحد، لا يوم يومين ثلاثة، فيصير روتين. فتنام بالخمسة او مرات كنا ننام بالسبعة الصبح. اي فترة من الفترات نقعد ب 12. فانت هاي النوم المزعجة، انت لا انت شبعان نوم ولا احكي لي على الحديد. فتقعد مسطور. الحديد شنو اخباره؟ كله كمال اجسام. لا مو انا مو لاعب كمال اجسام وحديد، لا انا بس. أي. مجرد انه حافظ على بس. حلو. رشاقتي يعني بس. من اول واحد بادر بهذا الموضوع بولاية بطيخ؟ غسان. غسان اول واحد؟ اي غسان. هو سوى لكم نواهز؟ هو سوى النواهز، لان هو غسان محفز بطبيعة هذا. احنا نسينا السؤال الاول، شلون تعيش يومك؟ بعدك ما عايش يوم؟ مو هذا جزء من يومك؟ شوفوا كل انسان هو يحدد يومياته. ايه تحديد يومياتك شيء مهم جدا بحياتك. يا اما انت تحط نفسك بليفل واطي، او ما تحط نفسك بليفل عالي. هذا دحكي بصوره عامه. شنو تقصد بالليفل العالي والواطي؟ انت يومياتك هي اللي تخليك يعني انت كممثل او مقدم برامج. أيه؟ يومياتك هي اللي تخليك انه انت تصنف بمراتب عليا او بمراتب. مثل شنو مثلا؟ يعني اني احكي روتيني اليومي، انا اقعد الصبح. اي حتى لو ارجع من التصوير متاخر هاي لازم اعود نفسي انه اعدل نومتي، اقعد الصبح. زين. قعدت الصبح يخلي نهارك طويل. تشوف الحياه اكثر. اقعد امشي قبل الريوق، يومك يصير ببركه.
اي الحمد لله اي فعلا صار في بركه والله. اي شغله انوي عليها اقعد لها الصبح، اقعد امشي قبل الريوق ماشي سريع 20 دقيقه هيك. وينها تمشي؟ امشي يم بيتنا هيك اطلع افطر. كثير الحياه حلوه يعني عندك. مو حلوه انت، الناس يقول لك معود انت تطلع تمشي وهذا الوقت. اي اللي سمعك يقول وين يمشي وين عايش؟ لا انت بس تقعد بنوكت يعني، مجرد تقعد بنوكت. اي تقدر تمشي 20 دقيقه ترجع تتريق تكمل. انت تنظم التنظيم، وانا اقول لك ليش، انا اقول لك انت يومياتك هي اللي تحدد نجاحك. زين انت من تنظم حياتك؟ اي هي راح تترتب تلقائيا. حلو. هسه يقول لك يا معود واحنا وين انت؟ طاب ازدحام؟ اي حتى لو طاب ازدحام. لا ترى طاب ازدحام. انا احكي لك اشياء خارج عن مألوف للصريانه بس. يعني اثير ولايه بطيخ والنجوم يطبون ازدحام يعني. كنا نطب ازدحام. عادي يعني. انا انام بالازدحام، اتعشى بالازدحام، تعرفت على ناس بالازدحام. هذا المكان اللي صار به تصوير اول مشهد مناشدات. اي صح، هذا الشارع اللي صورنا به المناشدات الاولى. احكي لي على التوقعات، هذا اهم شيء. كنت متوقع انه هذا المشهد راح يسوي شيء؟ لا انا بس كنت يعني من اول مره نطرح هيك كوميدي، يعني لان كانت الكوميديا قبل ولايه بطيخ غير شكل. يعني شنو المناشدات؟ شنو كان؟ شلون ليش يعني صارت؟ شوف انت لازم تجيب الكوميديا من الواقع مالتك، يعني ترى ماكو واحد بالعراق يطوله مايك قدامه ويقعد، يعني حتى لو بالعيد كل عام وانت بخير، والله كهرباء ماكو، والله مليان، هاي العراق كله هيجي. فانت اذا تجيب هذا الموضوع من داخل الشعب العراقي راح تلامس كل الشعب، وهذا اللي راهننا عليه. فاحنا متوقعين انه اوكي راح يسوي شيء، بس ما توقعنا انه هيك راح ينجح وراح يوصل للناس بهالسرعه. ترند اي، يعني انتشرت بوقتها الصفحات كلها، يعني بدت تشير المشهد، وانا مو مصدق يعني صراحة مو مصدق. هيك موضوع يخليك تفتح خط، يخليني افكر، بديت اتعلم هنا. أيه. بديت اتعلم شلون احافظ على هذا الشيء. زين سويت مناشدات الثانيه هم نفس المكان هنا مال مرقد. أيه. شجر اذا تتذكروها. طلعت موضوع مرقد شجر ملامس العراق كله. اي اثير الناس اللي ما تعرفه عن اثير. أيه. انه كلش يدقق بالتفاصيل. صح، اكو تفاصيل يعني الناس ما تنتبه لها الا انت تذكرهم بيها، كلش دقيقه بجوز بكل الوضع الاجتماعي. زين ايه. نحيس. نحيس اسم الله عليك، شوي نحيس مو شوي. هواي بعدك بالليل هم لازم تبدل وشسوه. هو نفسهم. لا مو شسوه، كاع شسوه هنا بس. يعني هذا اول لقاء التقيت فيه. ايه قلت لك انه انا بالبيت لازم اسوي هاي الاجواء. يلا نعم. ايه. حتى لو بقمه التعب ارجع اشغل موسيقى وهاي الاشياء واتابع لي فد شيء حلو، لان ما اعرف انام هيك انه يلا نام، ما اقدر. زين لازم مثلا شيء يدوخني وانام، ابغى فيلم او موسيقى. حلو. انت كانت عندك بالمشاهدات حلوه، بس عندك مشكله كانت انت يجوز تعاني منها. انا احس اي الكاركترات كلها نجحت وياك. زين بس مشكله الكاركتر ما يطلع اثير شكلا، يعني مثلا ابو فطم ما يبين انه هو اثير. يعني اكو واي ناس ما يعرفون انه ابو فطم هو نفسه اثير. لا يعرفون، بس يعني انت الشخصيه لازم هي تقنعهم انه شخصيته ابو فطم، ما يصير اطلع ابو فطم بشكلي. اي ولا اطلع الحجي او الحجيه او صح صح او حمبي. بس أو هذا انا احكي بشكل شخصي. انت مثلا نشوف المناشدات هي تقريبا الوحيده اللي تبين شكلك. المناشدات هنا هو المواطن نفسه ما يحتاج لك، يعني ما يحتاج يعني. أي. هو ما طلع كاركتر. ممكن ابو فطم يسوي مناشدات؟ لا. ممكن غير شخصيه تسوي مناشدات؟ شوف مو هو كل شيء، كل شيء يعني مثل الاكل، كل شيء له طعمه. اي يعني كل كاركتر له فد ميزته الخاصه، ما يصير يطلع عن اطاره. ما يصير. اي في داخل اطاره. يصير نسوي شيء ما يصير؟ ينشز. نجرب؟ مثل تحط العنبه على الموطن. ما يصير. زين انا راح اخليه يصير. اي بس اريد اعرف شنو اقرب الكاركترات لك؟ هذا يعني قلت لك اني هذا السؤال اللي وايد ساليني فيه. اي اقرب واحد لك؟ هو ماكو شيء اسمه اقرب. أي. انت كل ما تحب الكاركتر تطلعه صح. زين. فكل كاركتر سويته حبيته من كل قلبي. زين حتى يطلع بهالطريقه.
لو ما حابه ما كان طلع. حلو. بس اللي تقول لي اللي اكثر شيء نجح اي ابو فطم. ابو فطم انا اريد ابو فطم هسه. هسه الحجيه اوكي هي. اي بس الحجيه هسه ماخذه مساحتها. اي بس مو انا ليش يعني ابو فطم اغيبه حتى اطلع غير شيء جديد حتى ما يصير ملل. زين زين انا اريد هسه ابو فطم يسوي المناشدات الاولى. ابو فطم يسوي المناشدات الاولى نفسها إيه؟ هاي اللي هنا كانت اريدها بس بصوت ابو فطم. طريقه ابو فطم. ما يصير ما يصير. هو انا اريده لين ما يصير. ما يصير. اولا انت ما راح يكتمل الشكل عندك. ما اريد الشكل. اي ما يخالف. احنا كنا منمثل بهذا. منمثل. مجرد ابو فطم يسوي لنا المناشدات. ما يعني شوية هيك جزء بسيط. يا اخي ليش تدقونين؟ الله اكبر عليك. والله العظيم ناجحة. خلينا نشوف. لا لا. يلا. هسه سويت هذا خلاص. لا لا. لا نفس هي كانت على شنو؟ الأولى كانت يعني مال لدز ولطلبات ألعاب. زين. هو يعني بصورة عامة اكو شيء كانت تجي بالسوشيال ميديا مثلا يقول له أنت الصبح راح تتريق بمطعم قدوري. زين. تسوي لي تاج ليش؟ أنت عازمني؟ والثانية والله شلون؟ اه لا تزولي طلبات العاب دعاك مرتضى الكتالوني للعب دعاك مصطفى العراقي لا تزولي لا تحرقهم علي هذول اريد ابو فطم دي يعاني من هاي الاشياء ممكن ابو فطم اليوم هو هم مواطن هم حاله حال اي مواطن انا اريد ابو فطم يناشد بهاي الطريقه بلال ما يصير واحد يمثل لا لا يصير يعني انت تقدر اقدر يلا ابو فطم عنده مشكله وراح تشوفون لاول مره لا ما راح اشوفهم لا راح اشوف لاول مره ابو فطم يناشد زين يلا شلون يبدي انا اريد اناشد مو بس هذا اثير يناشد زين يعني احنا دا نصور تيجي تدق لي هوري ليش صاحبتك قصت شمه كلش حلو انا ادري طبعا هذا الموضوع كلش صعب وجوز الناس يعني ما البعيدين عن التمثيل هو طبعا وصاني اثير بس الناس ما تدري ايش قد صعوبه بالتقمص والدخول للشخصيه والكاركتر لا انا تدري صعبه زين انا اريد اعرف هسه من عندك هذا المشهد وايد تتطلب يعني والعدان على من جايبك اوكي يلا ما انا اريد اعرف من عندك هذا المشهد أيه. بعد ما اخذ هذا الحيز زين وانت فكرت انه عندك كاركترات محضرها ما كنت محضر ولا كاركتر قبلها ابد انا سوينا المناشدات بلشنا بيها ليش سويت كاركترات ليش توجهت البعض يقول الكاركتر هو هروب يعني شنو هروب يعني يقول لك انا الممثل ما يقدر بشخصيته الحقيقيه يعطي كوميديا لا ما اعتقد لا انا الجواب جوابي هسه طيب جواب أيه؟ كاركتر اللي صار ورا المناشدات اول ما طلعت انا بشخصيتي زين ورا المناشدات قالوا هذا بعد بالتعليقات اقرا تابعاني قالوا هذا بعد ما عنده شيء هو بس هاي سواهن وخلص طقطوقه اي فبقيت يعني شو اسوي بعد قعدت مع علي فاضل ف قلت له هنسوي شخصيه اعطي شخصيه يقول لي لا مو حلو مو حلو الى ان فد يوم بالسياره بنسوق للعرصات رايحين فدنسولف جبت له طاري واحد قرايبي قال لي هذا حلو زين فسوينا شخصيه الحجي يصورونها نايم هذا بالدوري زين تعال هذا الخط يشتغل هو هذا الشارع شارع النجاح هذا سمي زين بالنسبه للاغنيه اللي قدرت تنتشر وطن العربي للحجيه هي اغنيه هي داخل المشهد هي بس اغنيه صارت واصلا اكو مطرب مسجلها سوري سوري اي هي هاي من دن اكتبان والورشه مشهد علي فاضل طبعا هي فكره علي فاضل اي فكره المشهد العام فقعدنا انا والورشه نقسم المشهد قلت لهم انا اريد نسوي اغنيه بالمشهد اي شكو واحد يروح يخطب يغنيها لازم فرحنا على اساس ندخل عليها بالاستوديو ايقاعات فقلنا لا خليها على البساطه على البساطه قعدنا تدربنا عليها طبعا كلش تدربنا على المشهد هواي هو هذا مال الخطوبه اي انه الاداء مال البنات لازم يكون بهالطريقه مال الخاله سوري اي ودبور همينة كان فقعدنا سوينا تمرين فرحنا شتنا المشهد واحنا من نمثل المشهد مال الحجي احنا مستمتعين صح رغم انه تعب لان الناس اللي ما تعرفه انه طول فترة التصوير اللي تطول من 4 إلى 5 ساعات سيقول لك هو مشهد 5 دقائق لا يطول انا قاعد على رجلي بحيث اقوم منملة ما احس بها
ما تدري بيه. اي الحكي كله بالقاعه تقعد صرت تنمل. ما خفت؟ ما خفت من هذا الكاركتر بالبدايه؟ اي لا كنت كلش خايف. مو انا مو كاركتر يجي اذا ما اخاف. بس أرجف. هذا يعني كلش يعني هنقول صعب بالنسبه للرجل. أي. يقدر اقنعك لازم انه انا يصيرك عجوز. أي. مو هذا علي فاضل يورطك يعني انه يابا اريد ممثله فئه عمريه بدور ام. اوكي منو منو؟ قال لقيتها اثير. قلت له منو اجيب لك يعني؟ منو خالته اجيب لك؟ قال لي لا انت. فعلي فاضل قلت له شلون؟ قلت له يعني ما شلون راح اطلع؟ ايه قال لي انت عبقري بابا روح. زين علي فاضل شنو يحصرك فيطلع الضغط. زين اريد اخر شيء نحكي هنا شاي بهذا المكان. اخر شيء نحكي على شلون عرفت علي فاضل وشلون صرت بولاية بطيخ. انا كنت اشتغل اعمال مسرحيه جاده يعني. اي مغرب تونس بعمان مسرح جاد يعني ما له علاقه بالكوميديا. احد المهرجانات كان بالبصره. زين كنا نقدم مسرحيه اسمها المسار. مسرحيه جاده كلش بالفصحى. زين فقاعدين بالريسبشن مال فندق ملتمين فدنا نحكي وجهه نظر بالفن وهاي تعرف انت. فطيت وجهه نظر بالكوميديا يعني. حلو. قلت له ماكو افكار احلى ليش هيك مجلبين انه هذا يطلع دور ابن الريف يطلع ساذج. هو ابن الريف مو ساذج. ابن الريف يعني معروف عنه بالفراسه وال صح زين. ليش دائما نجيب قزم ونضحك عليه؟ ليش دائما التنمر اللي موجود تنمر وهاي. اكو افكار اعطيتهم فكرتين. زين فاكو شخص يعني هو قريب علي يعني ويانا المسرحيه كان ممثل كل هاي افكار حلوه ليش ما تكتبها؟ حلو. قلت هاي ما كاتبها انت مجرد لا هيك حكيت. زين قلت له اكتبها لمن انطيها. فاكو شخص لاخ قال لي انا اعرف لمن تكتبها. رجعنا لبغداد فاتصل بي قال لي راح اسوي لك موعد ويا علي فاضل. زين قلت علي فاضل كان وقتها يقدم برنامج على الشمي. اي قلت له زين شنو؟ قال نقدمك انت ككاتب يعني انت افكارك حلوه. حلو. ورحت لعلي فاضل تحقق اللقاء وانا تخيلت علي فاضل يعني اهلا حبيبي ما ادري شنو فقاعد يسولف وياي فريندلي كلش. اي فحددنا موعد ثاني مره انه نلتقي وكل واحد يكتب مشهد يعني. فجيت لقيت هنا بالقناه لقيت تقريبا فات خمس ست اشخاص كتاب جايبين وكفشات وجنط هذا الكاركتر و اكو كاركتر خاص مكمون الشخصيه بالعبثيه وال هاي رجال بسيط جيت كاتب اللي اعرفه. اي فبوعت على وحوش قلت انا ضعت. بعدين قدمنا هذا بعدين اتصل بي علي قال لي تجي وانا تكتب بالبرنامج اذا ناني اللي أي. فوقت عليهم. ضليت شهر كامل اكتب ويقعدني بالاستعلامات. اكتب وانا بالاستعلامات اجي من الدوام عن نفرات واوصل واقعد وانتظر وبالليل لازم تاخذ تاكسي يعني وانا ميزانيتي ما تسمع اخذ تاكسي. وها علي باكر عقبه باكر عقبه انتظر. اي الان طقت روحي يعني فتره طويله كلش يعني واكتب وما ينزل مشاهدي وبقيني بالاستعلامات. حلو. فبعدين علي فاضل اخذني وياه لبيتهم قعدنا قعدت بنص عائلته ام خلد واخته ووالدته وكلنا سوا. حلو. شنو هالتحول الغريب؟ وين كان بعدين الاستعلامات؟ اكتشفت انه قال لي تجربه كانت؟ انت دا اختبرك انسانيا اختبار. ايه. شنو الفائده انه انت موهوب؟ بس ما عندك اخلاق او منافق او تجيب حكي وتودي حكي او تكذب. هذا الاختبار. ايه؟ احنا عندنا اختبار ثاني. شنو؟ هسه راح نروح له. لا تقول لي مثل. لا لا مو تمثيل. روح انا اجي وراك تاكسي روح. لا روح لا علاقه. يلا يلا امشي. عندك سوالف يعني؟ اختبار ثاني. ولا ولا البلد شغلاني بتعدي مش شايفاني وانت اليوم والتاني هاي تمثلك لا بس هذا هنا الحسد على طريق اغنيه يعني عن طريق اغنيه كل المهم بنحبك جدري المهم طبعا يا سيدي يا بختك
كلك ورا الاغنيه انضرب جلطه الولد خطيه. لا بس انت يقولون اكثر واحد ولايه فطيخ عنده معجبات. لا والله مو ايش فيك لهوف ترى ما مو تهم هي. لا مو بالعكس انا عندي يعني معجبات ومعجبين كل شيء وايد بس يعني. المعجبات يعني كلمه يعني محروقه شلون تتعامل مع المعجبات؟ لا تسال هالسؤال هذا بروحي. لا لا دي نقول انت اكثر واحد عندك معجبات صح لو غلط؟ انت شوفوا انا يعني انت اكثر واحد يعني تهتم بالاناقه وبالشكل وبهاي التفاصيل صح؟ يعني هذا اسلوب حياه عادي يعني. اي اي مو هذا عاده انت تعرف يعني سمر انتخاب الناس تسال علينا بس يعني ناس مثلا شايف كاركترات الادبيه والثقافيه والهذا لازم ما يهتم بستايله بهذا الشكل لازم يكون اكو اشياء مو كاركتره هيك شيء شنو يعني شلون اسميها يعني يعني هو كاركتره انه جاي من الشارع ومن العدم ولا يا مان كل شيء حلو بس انت لازم تسويه كل شيء حلو هو هذا الكاركتر اللي تحكي عنه حلو اي بس لازم هو يكون هو واقعي لازم يعني هو مو مصطنع يتوالم ويا نفسيتك يتوالم ويا انسانيتك ويا شخصيتك قصدي زين اكو اشياء ما لها علاقه الشكل واحد بس المضمون ما له علاقه بالموضوع. انت رديت تصير مطرب؟ اني لا واي غنيت بس لا مو اكو يعني بالتايتل ما غني مو هذا تمثيل داخل الغناء اي يعني بس صوتك حلو يا مو ذاك هذا بس هو يعني لا لا صوتك على قد حالي بالحمام من اغني يصير صدق انت صوتك حلو هسه احنا عوف لتقديم البرنامج احنا اصدقاء هسه غير بلال الامير صح اسمك مال مطرب بس انت صدق مطرب بلال صوته يخبل بلال صوتك يعني لا جديات والله يعني اذا تعوف الاعلام ولا هذا لا مطرب وجه مطرب وجه روح والله زين الكتابه تاخذ من وقتك اي بالضبط وانت تهتم بمشاهدك تقريبا انت من الناس اللي يعني تكتب بنفسك المشهد وتحافظ وانا اشوفك كنت قبل مثلا تجي شلون عبالك امتحان عندك مو انت يعني هذا هاي الاوراق الصغار الاستسهال اي بالجمهور يعني شيء هذا يؤدي الى نهايتك والهبوط مالتك يعني انت من تكتب لازم مشهد لازم تركز انه انا ايش راح اخاطب الجمهور ايش راح احكي يعني انا بدي احكي لك على مشاهدي زين شردق اكو مشاهد للكوميديا فقط يعني الكوميديا اصلا هي للكوميديا هذا موضوع الرساله داخل الكوميديا هذا يعني شيء جديد اجى زين بس هي الكوميديا للكوميديا يعني. لا مو جديد قصدي جديد بدي احكي لك انا من الكوميديا القديمه بدي احكي لك أي. هي الكوميديا هو كل الاعمال مو شرط الكوميديا اللي تكون رساله اكو كوميديا مجرد الترفيه يعني. كوميديا ترفيه يعني تريد تتونس تضحك يعني اكو كوميديا ترفيه واكو كوميديا لا والله بيها مضمون بس اكو ناس تريد المضمون اكثر من الكوميديا فما راح تصير توازن حقيقي فمن نجي نكتب المشهد نفكر شلون نوظف انه مو بس تقول تحشيشات وقبل لا لازم الموقف لازم اكو مرات المشهد ينكتب حلو اي بس تطين ممثل ما راح يمثله حلو راح يموته يعدمه يعني مكتوبه جمله خل يعني يعني تخرب ضحك يعني وياك انت تختار انا اختار وياك يعني بدقه بدقه نحيسه انا بهاي منو اكثر واحد دائما انت أكثر تختاره اكثر واحد يعني تصر على انه موجود فكره نشأة اكرم والكوميديا جنن فكره صمام الامان يعني هو انت مره مثلنا مشهد همنا كاميرا جوبرو اطلع بفطمه سوق تاكسي كاميرا واحدة عندنا فلازم المشهد كله ينشات وان شوت يعني زي. ما بيه عادة ولا فأنا أمثل فاجتني أبو فطم منه مثله هي تصير بعد تطلع فارتجلت أنا قلت له والله شلون الدخين وده يجاوب غير حواره ايه كان قلت له لا ممنون ايش وانت تخيم شكرا فأنا قمت أمثل بوحدي زين فكرة هنا أنا ما وقف قال كات كات وإحنا ما متفقين ايه لا مشي رأسا راح رأسا مشي عرف يدخل صار يسوي لا يسوي استاذ يعني فكرة استاذ فكرة يعني. سمسم سمسم كلش يعني يفهم أنا شرد أمثل يعرف حلو بالنسبة لعلي فاضل يعني أكيد هو بس رجل هو يعرف أنت شو تمثل بس أنت هسه لحد الآن عرفت إحنا وين رايحين
انت مو تاخذني بالسوالف وتقول لي عرفت، انت مو قلت هي تحدي ومفاجاه؟ ايه زين انت ليش تريد نعرف المفاجاه؟ يعني المكان خليني اروح اتفاجئ واشوف هذا الصديق الخاين البارحه اللي ضبطت وياه منه. احنا هسه اقتربنا كلش وين بيتهم طبعا. زين يلا بدي اشوفه وين. يلا هسه راح نوصل. أنا بالنسبة لي ترى ما لي علاقة، كابتن محمد واللي هو صديقك هو اللي ورطك. شبيك خايف شو؟ بسيطة محمد. بسيطة زين يعني. بسيطة محمد. موضوع مو يمي يعني. سألت أصدقائك يا على أسئلة يقول ها والله بليارد، واحد يقول ما أعرف شو طوبة، واحد يقول شو اسمه. بس أنت شو عرفت محمد؟ شلون وصلت له؟ وصلنا. آه. إيه بس هو خطير. يلا غرنا يومين نشرب السناب. طبعاً توصلوا له. على أساس. محمد من أصدقائي اللي مقربين جداً يعني اللي هو فاهمني صح اللي يندلني. أه. صديق اللي يعني علاقتنا عائلية جداً إحنا. بس ماكو أي تشابه بالأجسام. هسه أوكي إحنا ستر وغطى على بعضينا أوكي. زين. إيش راح أسوي بهاي التحدي؟ أنت إيش راح أسوي حبيبي؟ أنا بالله مو مشكلة يعني أفوز أخسر عندي هواي تحديات. لا ليش إحنا راح نسابق؟ طبعاً. حبال هنا نقضيها ونروح البيت. هو الحكم صديقك مو مشكلة يعني. عم أنا خسران ممكن أروح؟ لأن ما أعرف أسبح والله. بالمناسبة ودي يمشي على بعدنا ما مشغلي. يلا نشغل. يلا شباب بنات كل الناس لازم تشوف أثير بالتحدي للجيتسكي. راح أشوف شون أثير عنده إمكانيات وقوة وما شاء الله عليه. مو هو أفورت؟ خل شوف. شباب بنات كل الناس. شوفوا شلون راح ننشبح بالمي ها يعني. ويعني هذا حتى ما تقولون أثير سباح لا ما أعرف أسبحاني كل شيء معروف. فإذا يوقع المشكلة يعني كل شيء كبيرة والله يقدرنا إن شاء الله. يلا شغل. فر فيه أول محبوب. فريت فيك اليوم. فريتني فر. بس حلوة كانت. لا. لا والله. حلو بس ما مجرب. تغيير تغيير. ما مجرب أبد. أنت أبد ما مجرب سابقاً. أنت قلت لي قبل كم يوم أنا من خابرتك ردت أشوف أجس نبضك بس أنت قلت لي سكت الموت لا دير بالك. إي ما وسكت الموت الأكل البهارات وهاي السوالف يعني عندي مشاكل صحية. زين. هسه حلوه التجربه بعد شفت يلا خلاص هذا بعد هسه جزء مرت الاخر يعني انا استحملت لك هواي كافي كامل لنا بس لتلح. يلا خلي نحكي هنا عن المستقبل. زين واقرب مستقبل لك هو بنج عام في رمضان. بنج عام 2 بنج عام 2 يمكن راح يكون حسب اللي عرفته انه بقوه بشويه عمق بهاي التفاصيل احكي لي عنه. يعني هو بالبداية بين جهام الجزء الأول كان أول تجربة درامية إلي وكنت كلش خايف ومرعوب إنه بس أنا اللي سويته إنه ما مثلت إنه أديت اللي أحسه يعني من طلعت شخصية اللي طلع طبيعي جدا بدون ما مثل يعني حتى البكي والمعاناة كل أنا يعني حاسة كنت زين زين. مرات الناس يعني يحكمون على المسلسل إنه ها عندكم هذا الناس صارت الصورة ما أعرف شنو إحنا كنا نجرب
نجرب وبنهيئ للي راح نسويه. خلصت هسة التجربة، هسه ثاني شنو؟ هسه العمل صار في اثنين، يعني انه انت بعد نجاح ذاك الموسم لازم ما تتعكز عليه، لازم لا تبذل جهد اكبر حتى تنسيهم ذاك النجاح وتشوفهم نجاح جديد. زين، طبيعة القصص شنو؟ قصص يعني هي اكيد من الواقع، بس لكن انا ادري ما تقدر تحكي التفاصيل دقيقة، بس التفاصيل بس اقول لك ان القصص هي عبارة عن قصص من الواقع لكن عميقة جدا. زين، وراح اكيد انا منتظر راح يطلعون بالتعليقات يقولون انتم ليش تنقلون هاي الصورة السوداوية؟ اي ما احنا عايشين هاي الصورة السوداوية. صح، اللي تقتل ابناء تشمرهم من الجسر، اللي يقتل مرته، اللي يسوي. انا ما اقول لك هاي القصص، بس احنا هذا واقعنا. بس احنا بالنهاية نشوف للناس ايه انه هاي المصيبة، يعني اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. فعلا يعني انتوا تشوفوا هاي المصايب الموجودة موجود، يعني انتوا نقلتوا الواقع. خلينا نقول هذا واقعنا. زين، هذا برأيك انت ذاك الجزء احنا قلنا تجربة، واي اي خلل اي كان اي مثلا تعليق على اي موضوع كانت اكو حجة التجربة. هسه بعد ما اكو حجة بس هو كان لا هو هي الحجة مو معناها سلبية، يعني هو اكو حجة اكو عذر، يعني لا هسه ماكو عذر، لا هسه بعد كل شيء متخطط له، اي مكتوب بالنص على نار هادئة. يعني احمد وحيد بلش بيه قبل 9 اشهر. قبل 9 اشهر؟ اي، واحنا هذا التحضير الصحيح للنص، النص اهم شيء. زين، من الفكرة بوجودكم حلوة. لا هو الممثل يكمل النص، يعني مرات يجي نص حلو بس الممثل ما يمثله حلو. زين، او المخرج هسه انت النصوص اللي تنكتب لك انت تدري بيها مسبقا؟ طبعا، يعني هو يكتب يعني يكتب هذا النص أحمد الاثير. احمد شوف، من يانو احمد عنده طريقه حلوه بالكتابه، انه يتناقش في الممثل بالفكره، والفكره اللي توالم الممثل. لكن مرات فكره ما توالمني. زين، راهم على اوس، انا اقدر امثله اوكي بس هو اوس يطلع احلى بيها. زين، فيتناقش ويا الممثل بالفكره، نقعد نطور. احمد يروح ياخذ المعلومات يصيغها بقصه جميله. زين، ويجي ينطيها، نقعد نقراها نطورها نبحث بيها نفصل القصه. اقوى قصه شنو بعد الموسم؟ اي خلي الناس تشوف، انا ما اقدر احكم اقوى قصه. اكو قصه يمكن انت كلش حذر بيها مو؟ خلينا نشوف. لا 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 تخاف، ما اعرف لا تحكي بيها. بس يعني هيك رد، يعني شوف انت هنا أنا مشكلتنا بالعراق ايه، انه يقول لك انتوا ليش الفن مالتكم ما يتطور؟ ما هو ان انت ما تقدر تعبر عن رايك بالفن مالتك. هذا بيه تعبير، احنا نعبر لان شوف بلال، الفنان لازم يكون مثل كتاب التاريخ. هسه تقول شلون يوثق؟ لازم يعني فنان راضي من سوى حلقه الطابق 15 وثق بيها مرحله، وثق بيها مرحله. صح، من اشتغلنا ببنج عام حلقه النازح مال شاي وثقنا بيها مرحله. يعني انا شلون عرفت راح توثقون الإسلامي؟ اشياء موجوده حاليا لو قديمه لا لو لا لا، هي الحدث اللي انت عايشه حاليا بنج عام، يعني حالي إيه؟ راح يناقش الوضع يعني الحالي. هسه احنا كنا يعني من يجي كتاب التاريخ بالاسلاميه بصف ثاني متوسط عن السيره النبويه والرساله الاسلاميه، احنا اسهل شيء كان عندنا هذا التاريخ. ليش؟ فيلم الرساله، يعني فيلم الرساله موثق لنا هاي الحاله. صح، حج راضي وثق لي الخمسينات والستينات. انتوا راح توثقون 2019 20 يجي الناس يقول لك كانت ثوره تشرين اللي صارت واقفه يجي ايه؟ ما كان موجود بها، ما حاضره، كان بعدها ما مولود. بس اكو عمل فني موثق هاي الحاله. صح، ناقلها. صح، زين زين. اثير انت مؤهل انه تنتقد الناس؟ انا ما عندي مجال للانتقاد. لا، انت هو عندك مشاهد انتقاد. لا، انتقاد الفني او انتقاد الحقيقي؟ انتقاد يعني انت من تاخذ مشهد تنتقد مثلا زعلوا عليك بعض الاعلاميين؟ لا 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 لا، اكو شيء ظاهره صحيه يعني اللي كانت موجوده بعده برامج كوميديه اللي هو داوديات. ايه، اللي يشتغلها ابو حفيظه، ابو حفيظه يحكي على هاني شاكر، واذا هاني شاكر طالع ضيف. صح، انت هم سويت هذا الموضوع، هم اجى ضيف نفسه. ايه، ايه، احنا هو شوف احنا برنامجنا نوعه نقدي. ايه، فلازم انت من تكون مركز على الاشياء اللي تصير بالمجتمع وبالتلفزيون تنتقدها بطريقه لطيفه بدون ما اجرحها. بلال، انا اليوم اجي اسوي سكتش على بلال بس بدون ما اجرحك وانتقص من ذاتك الانسان. ما بي شيء شخصي، بي شيء مهني، يعني حتى انت تشوف تعرف خطاك. مثل ما هذاك اليوم بالحلقه الاخيره احمد هيثم اللي عنده برنامج جاك ماتش اللي كلش حلو انتقدنا ببرنامجنا. هذا صح، حاله صحيه. صح، انا شلون اعرف نفسي خطأان؟ زين، اذا انا افكر بس بنفسي انا مغرور راح اصير. لا، بس المقابل راح يعطيني طريقه النقد بطريقه سليمه وصحيه، مو بطريقه التسقيط والتجريح. حلو، وين نشوف المستقبل؟ وين نشوف اثير؟ وين المستقبل؟ شنو وين متوجه؟
والله بصراحة هو أنت مستقبلك تبدي تخططه بحرفية عالية، ولازم تقرأ الشارع شنو، لأن أنت بلد دائما يصير بمتغيرات هواية. أي أنت ببالك شيء، ببالك شيء توصل له؟ طبعا يعني. بالي هواية أشياء، أنا بعدني في البداية، أنا ما كلمة نجم ومشهور أنا ما أحب، أنا إنسان أحب شغلي، مهووس بشغلي. اي شنو اعطينا فد شيء يعني كانه من افكارك انت بينك وبين نفسك. افكار يعني انا هسه حاليا السينما عندنا واقفه، احنا مجرد دور عرض نشوف افلام، ما عندنا انتاج مستهلكين فقط، ما عندنا انتاج سينمائي صحيح. الا بعض السينمائيين. تدخل السينما؟ طبعا انا ادخل السينما، ببالي يعني بعد ازمه كورونا رجع المسرح، انا كلش حلمي انه اسوي عرض مسرحي، نسوي بي تور على العراقيين اللي خارج العراق ايضا، احنا سوينا هاي التجربه ونجحت. صح، كانت كلش تجربه حلوه. انه من تسوي مسرح حقيقي، ما بي قصه وبي ما بي اسفاف، ما بي هاي الاشياء اللي هسه المسرح دايمر بيها. اوكي اريد اسوي فيلم سينما، يعني مو فيلم مرور الكرام، لا فيلم سينما حقيقي ياثر ويخلي بصمته يعني. اي اريد ارجع هذا النشاط السينمائي، رجع الاعمال الدراميه الحقيقيه. بس الفساد الاكبر وين؟ ايه هاي لازم اقولها ولا تقطعوها. هاي مثل اللقاء هذا، لا تقطعوها، عاجب بس لا تقطعوها. شوف اكو فساد من تبني مستشفى، ايه، وهالمستشفى انت بايق من عندها وبانيها مو بالمواصفات، بس بالنهايه اكو فد شيء موجود على القاع، حتى لو مو اكو فد شيء. بس من تنتج مليارات على مسلسلات تنكتب وتتصور وتطلع وما حد يشوفها لان ما اثرت بالناس، هذا الفساد اللي بعينه هو. هو هذا الفساد؟ اي طبعا، انت دا تضحك على المواطن، انت دا يا بلا تقصوها، هاي لا تقصوها، لا احنا لازم ان شاء الله ما راح ما راح ايه؟ يعني ما راح تجي النتائج سريعه، ايه؟ شوي لان انت مرات الناس تعتب عليك، ايه؟ انت بلد مو طبيعي، ما تقدر كل الاحوال كل الاحوال. احنا شو نقول انه مرات انت مو شرط تشيل الموزين، خلي اشياء زينه تلقائيا، الموزين هو وحده يزيح نفسه، هو وحده يروح يعني. فاحنا اليوم من يطلع بنج عام، من يطلع عمل معين لمجموعة شباب آخرين، تلقائياً هذا العمل بنجاحه راح يخلي الباقين لو يراجعون نفسهم، لو ينسحبون مثل أي ما صار. لا هذا كنا نحكي به قبل ولاية بطيخ، أي إنه كانت الأعمال حكر على ناس، ومن نروح إحنا نريد شباب، نريد ندخل ما حد يدخل، كانت الأعمال ما بيها شباب. ولاية بطيخ قدر يسوي نفسه بنفسه بعد هواي تجارب، فشلنا ونجحنا وفشلنا ونجحنا الان وصلنا. ورا ولايه بطيخ كم برنامج طلع يشبه ولايه بطيخ؟ صح، المخرجين بدوا يبدلون، قاموا يجيبون شباب. شافوا هاي التجربه ناجحه، اكو دماء جديده. زين، انا هسه اريد معلومه اخيره، بما انه راح ينتهي وقت البرنامج يعني، فمعلومه اخيره للناس، الناس اللي تعرف شيء ما تعرفه عن اثير. الناس يعني انا البس لارج. لا تريد شيء ما يعرفه عن اثير، شنو؟ انا كلش يعني الناس يتهموني مرات، المقربين يتهموني اني نحيس، انا مو نحيس، بس انا يعني انقهر، بس لا انت نحيس دقيق يعني، لا بس لا الاشياء لا مو دقيق، لا انت نحيس. بس انا والله مو نحيس يعني، انا مره طلع علي فاضل بلقاء قال اثير تشوفه تحسه مكروه، ايه، بس من تعاشره ترى انا مو يعني مو مكروه والله. يا ترى مو مكروه والله، انا حبه والله مكروه على كل الكاميرا، بلال مكروه. اثير انا كلش يعني فرحت انه انت كنت جزء من هذا البرنامج، وان شاء الله نشوف اعمالك اذا كان بنج عام او الاعمال الاخرى، ان شاء الله نشوفك دائما انت ترند. وانا فرحان بشوفتك بلال، انت قبل ما تلتقي بي انت صديق قديم. اشكرك طبعا، صديق عن طريق قديم. اوكي، اي مع التحفظ لكل الاشياء الاخرى. يلا بس صديق قديم. لهنا احنا من هاي القعده ننهي تور. انا ليش اختاريت قعده؟ لان كلش ضوجني بالوقفه اطول من عندي، فانا هذا كلش الموضوع يزعجني ويزعج اي مقدم برامج، لذلك خليناها قعده. مو بس المصورين هم تعبوا يعني، اي فنقول ايش يصور. مع السلامه.